يا جماعة اللي اسمع اسم حد قريب يخش. عاشر مرة اقول الكلام ده، حرام عليكم تهقطوني في عيشتي. المتوفيين من باب المسرحة، افهموني بقى، حرام عليكم. محمد سمير احمد، كسر في عظام الفخدير. الحمد لله، اجري يا واد. مبروك يا اختي. علي حمدي السيد، كسر في عمود الفقري والاطراف. قول منين لو سمحت؟ باب السبال الثاني يا اخويا، باب السبال الثاني. ماهر عبد السيد، شايل النصف. تعالي اتفضل. من هنا الاوضه دي. انا مهلك يا اخويا، نورت بيتك يا سمايل. انا مهلك يا حبيبي. اسم الله عليك. بالراحه بالراحه. بص بص، عايز حاجه تانيه في السعاده؟ ما نجيبكوش في حاجه وحشه. سلام اخويا، سلام. يا حبيبتي بقول لك ايه، بس بقى بس يا اختي بقى، انا اروح اسلق له فرخه كده يشرب شربتها ترم عظمه. مش نكديه وليا بقى، سامحني يا حمادي. الكلام خارج على رجلي. امر الله يا اختي، امر الله. احمدي الرب. لا سحب قليل. خدي الغيره. نورت بيتك يا غالي. نورت بيتك يا حبيبي. يا ماهر مالك ساكت كده ليه من ساعة ما شفتك؟ عيط يا اخويا، انت خلاص بقيت في بيتك، عيط. اشكر ربنا على كل شيء. امال نشكر الرب على كل حاجة. عيط يا ماهر، ده العياط فرق. عيط يا حبيبي. الهيت عليك يا سعدي. عليك يا مان، ما تقولش كده. ده نخدم البعناية يا حبيبي، ده نركع ركبي واخدمك. انت يا ما شلتنا انا وعيالك. اهو نتعكز على بعض لحد ما الرب يطلب. الطبق ده شاله الافندي. ما كده عليك سبع شير. هم خمسه بس، وبعدين انت ناسي ان هو شال الدور اللي فات. ما تتغلبوناش معاكوا بقى ولا ايه؟ صح صح، عليه خمسه وانا اتنين. ايوه كده. قول لي بقى، انت مش ناوي تروح تزور حماك ماهر؟ يا عم انا لسه جاي من عنده من المستشفى. بس خلي بالك، الموضوع ده فيه سبوبه وتعويض لحماك حلو، يعني صلح الدنيا معاه اليومين دول عشان ينوبك من الحب جاي. يعني انا قلت لك يابا الحكومة هتدي ايه غير ملاليم؟ يا ابني لا، ده تعويض فوري 5000 جنيه غير قضية التعويض اللي ارفعها المحامي. 5000 جنيه؟ قلبتلي دماغي. اجيلك بالليل يا الاحسن. ايوه سلام. 10 10 ايه؟ ربنا يعمل منك يا عم بركة. يا حاج بركة. يا عم بركة. ايوه ايوه. ايه عم بركة موجود؟ لا والله مش موجود. اي خدمة؟ انا عايزه في شغل ضروري. طب ما تطلع. طب من هنا؟ ايوه خش خش يا عم الريس. بنتي بنتي تاهت وانا بسرح في الحتة بتاعتكم دي، واولاد الحلال قالوا لي روح لعم بركة وهو هيلفلك عليها بالميكروفون. يا اولاد الحلال، بنت عندها 10 سنين تايهة صبرا وشعرها اسود. لابسه ايه؟ فستان بني مقطع من على السين. ولابسه فستان بني مقطع من عند السين. ولادها في السين. ولادها في السين. طب احمد ربنا انها تعبت. قول له يا ابويا يا ابويا عند جرع الحاره، وقول له يا ابويا والشباب عند الله وراه. جيت من على القهوه بدري، يعني مش عادتك. انا ما رحتش القهوه، انا كنت في الكنيسه قاعد شويه مع ابونا. بس
صعبان عليا يا عم ماهر قوي يا نادية، وقلت لازم اصالح. وقال لك ايه؟ قال لي الحلفان باطل وادخل بيت حماتك. صحيح ايدك ابوسها لصبحي. الف حمد وشكر ليك يا رب. يعني ينفع اروح له؟ روحي له يا نادية، وخدي 20 جنيه هم، هات لهم شويه برتقان على شويه موز، وحاولي تروق الجو وتقرب المسافات. ربنا يبارك لك يا صبحي، ما يوقعك في دقيقه ابدا طول العمر اللي انت عايشه. يلا يا بت، يلا يا اولاد، يلا يا واد، اسعى يا بت، يلا يا اولاد، اسعى يا بت، يلا عشان نروح عند جدكم وجدتكم. يلا ربنا يبارك لك يا صبحي. الله يخليك يا ناديه، ده اقل واجب. يلا حبيبي، يلا حبيبي، يلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. صلوا على حضرة النبي. قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، درسنا اليوم عن طب معلش يا اخوانا، نكمل بكره ان شاء الله، ده لو لينا عمر، عشان انا النهارده تعبان شويه. السلام عليكم. السلام يا استاذ سلمان. الله يسلمك. السلام زينب. زينب، انت يا زينب؟ ايوه يا اخوي، ايوه. خير؟ الراجل اللي كان بيسجل لي بيراقبني، ده مشي ورا لغايه هنا. وعاوز منك ايه؟ انا عارف انت رخله، روح بص عليه من البلكونه، هتلاقيه لابس قميص بيج وبنطلون اسود، هتعرفيه على طول لانه غريب عن الحته. حاضر يا اخوي. حاضر. استر يلا، استر استر يا رب، استر يا رب. مفيش حد يا حاج واقف تحت. يبقى مشي. حول ولا قوه الا بالله، انا مش عارف هم عايزين مني ايه. انا ما بقولش حاجه غلط لحق اي حد، ده انا بقول قال الله وقال الرسول، وبوجه الناس للصواب، وبحثهم عن الفضيله، وبحذرهم من الخطا والخطيئه. فيها حاجه دي يا اخي؟ ما تكبرش الموضوع قوي كده. هو حد كلمك في حاجه؟ لا ما حدش، اصل دول ما بيتكلموش يا زينب، ما بيتكلموش، دول بيعملوا على طول. طب هما يعني مانعين حد يتكلم في الدين؟ فهمني يا اخويا. افهمك ازاي بس وانا نفسي مش فاهم؟ طب اقول لك ايه، الحمد لله الجو عمال يا مصر، ما تروح كده شوف اي جامع تاني. شوف جامع تاني؟ انت ايه اللي بتقوليه ده؟ مقاطين بسكاتك يا زينب، ده كلام تقوليه برضه؟ ما لازم اقول لك ايه بس يا حاج؟ ما تقوليش، اسكتي خالص. انا هدخل اقرا سوره البقره، وادع ربنا انه يبعد عني اللزق. احنا جاهزين؟ احنا جاهزين تمام. يلا شو جاهز؟ سمسم جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. يلا بينا. يلا مش مهم. وربنا المعبود احلى من البيت والسوق. بقول لك ايه يا شو؟ ايه؟ وربنا المعبود. ريحها كده، قعدها تمام؟ يلا بينا. خليها معانا. خش يلا.
وربنا المعبود احلى من البيض والسوق. ايه راح فين انتوا؟ ايه انا داخله لشوقي. شوقي مين؟ واحد بيغني هنا. ما حد ساب خبر ان في حد جاي. انا ساكنه مع شوقي في الحته. يا ست ما فيش حد هنا اسمه شوقي. استنى مسأل. عارفه يا بنتي لو كنت بتكدبي كنا بكدب عليكي ليه يا اختي؟ الواد بيصدف هو اللي قال لي مكالمه في الموبايل. بقاله 5 سنين مقفل الموبايل. ما انا مش عارف اخر كلمتك عليه دي ايه. بيحبني. مش باين يا حبيبتي. بيحبني انا عارفه بس هو مستعري مني. ما فيش حد هنا اسمه شوقي. ليه لسه ما جاش؟ ما اعرفش. اتفضلوا بقى. ماشي. استني الواد بيسبح لي وبيغني هنا. بيصدع عبيط زي. يلا يا اختي. زي ما قلت لك جوه بقى البنات دي لو جت هنا تاني لهم ان مفيش شوقي من اساسه بيجي هنا. اتفقنا؟ ماشي يا استاذ شوقي. اوعى تنسى. لا خلاص بقى. لا صباح الفل. ماشي صباح الفل. وربنا المعبود احلى من البيت والسوق. تمام دي هتشمت شويه بقى. مش قلت لكم الواد ده هيكسر الدنيا؟ عندك حق. قلت لك انا ده انا هنزل له قفشات تغرق شوارع مصر. عيش عايزك تفرتك الحضر. ايش يا بارك؟ ايش اشرب يا بركه اشرب. عيش يا عمهم. التعبيره دي تقيل قوي. اللي بايعها اصله تقيل قوي. قاعد قدامك اهو عايز يموتنا. عيب عليك يا اسطى. دي حته بلدي طلعت اجيال تموت مين؟ انت خايف ليه؟ اشرب. موت انت بس وانا موجود. انا سمعت ان الواد ابنك جاب كمبيوتر. ازاي الصبح يشتغل في الفراشه وبالليل يقعد على الكمبيوتر؟ مش دي حاجه تلخبط الكمبيوتر؟ لا ايه؟ ان الكلب بيكلم نسوان على الكمبيوتر ده عجب. نسوان ما كانتش على ايامنا. ايه نسوان ما كانتش؟ نسوان طول عمرها هي النسوان يا عم بركه. احنا اللي بنتغير. طب بالمناسبه بقى انت مش ناوي تعملها تاني؟ لا حبيبي انا حلوه قوي كده مش ناقص. اشرب يا اسطى خلينا في الحجرين نوسع الافق ونمط الخيال. عيش. انا كفايه كده انا مش مظبوط. بعدين خايف اروح الاقي الواد جمال لسه صح. انا ما احبش انه يشوفني كده. لازم ابقى مظبوط قدامه. التعبيره دي جامده قوي يا عم. لسه ما شدناش خالص الطقم ده. انت شايف كده؟ لا كده. ماشي يا بركه. ماشي خش عليه والنبي يا عم. ما تمسك نفسك يا نغم احنا في الحاره. سيبني يا عم انت تمسكني في منطقتي. اقعد فوق. بقول لك ايه انت فلوسك عالي قوي اليومين دول يا نغم. ايه في ايه؟ لو ابويا عرشنا يا بيت هيموتني. ابوك ايه يا عم؟ انا هخلع. السلام عليكم. زوغ انت. بكره بقى. ها؟ ماشي. ها يا بولبر. انا مش مظبوط وعايز افوق قبل ما الواد يجي. اعمل ايه؟ شربت قهوه. تعميره زفت على دماغك. سلام سلام. جمال ماشي. استر يا رب. تعال يا جمال. انا قاعد مع اصحابي ليه؟ لا والله يا ابو مفيش حاجه. مفيش حاجه. طب خش نام ولو عاوز تقعد شويه ماشي. لا لا انا
انا مش جعان قوي، رحت مع اصحاب السيما. طيب كل وغير هدومك ونام. انا كويس. لا الجو مش حر خالص قوي. خلاص يبقى يوم الاربعاء اللي جاي. انا قلت له ايه؟ والله ما انا فاكر. ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ وايه اللي عادي؟ بقولك امي مش هنا يا بنت. بس خش مش اخش فين يا بنت؟ خش يا بنت. امي مش هنا يا بنت، بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفية؟ ربنا رزق، هقعد اعمل ايه؟ ادعي لي يا اختي والنبي ادعي لي. صح الظهر عايزاه يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفية. روحي يا وليه. واحدة نايمة يا بنت، ده وش واحدة نايمة. هي يما امال يعني كنت فين؟ مين اللي هنا يا بنت؟ مين هي يما؟ مفيش حد. طيب يا بنت مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بنت؟ مفيش حد يما، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد يما، مفيش حد. مفيش حد ازاي؟ اهو. طيب يا بنت تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي. مش قربت تصبري؟ من كده والله لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك. ايه واد اللي دخلك اوضتكم وامها مش موجوده؟ كنت عايز اقول لها حاجه. يا سلام، عايز تقول لها حاجه؟ طب استلقى بقى اللي هيجرالك. هتشوف عبد الله. تعالي يا صفيه امشي، اطلع بره يا واطي امشي، قلبي وربي غضبانين عليك امشي. تعالي يا اختي تعالي اقعدي. بصي خالتي، بصي بقى الدبه اللي جابها محروس ابنك اهي، ما تلزمنيش. جينا بقى للقرف. ليه يا اختي؟ خلاص الواد طلع بره، وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف. نعم. قولي يا خالتي عايزه ايه؟ ابننا بقى اللي هيخش النار، والدلعه دي بنتك اللي هتخش الجنه. يعني ايه يا خالتي؟ يعني ايه؟ يعني غلطه وراحت لحالها ما قلناش حاجه، لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا إيه؟ يعني زي ما تقولي مخطوبين. جرالك ايه يا صفيه؟ جرالك ايه يا اختي؟ ما تشهيلي بقى واستطري البيت، خلينا نخلص. يا لهوي، وهو انا محدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي؟ طب ما يلا يا اختي قربي البعيد. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خلاص احنا ندخلهم الجمعه الجايه. ندخلهم فين بس؟ يدخلوا فين دول؟ يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم. يلا يا اختي، ربي يا خايبه للغايبه، بكره تترمي رميتي دي، هم يتلخموا في عيالهم، وانت بقى دوري على اللي يسال عليك. يعني عاجبك يلو دراعنا كده؟ سميها بقى زي ما تسميها، المهم الاسبوع الجاي نكتب واللي من وراي يخشوا.
يخش ويغوروا من خلقتي، يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز. وصلي صلي صلي والنبي صلي صلي عاد نبي صلي صلي واتزحرج واجري وتعالى على حجري يا رماعة ويا رمانة وحدي. أيوة كده يا أمّا. شانك ترى 100,000 مرة قلت لك خش من غير ولا كلمة، ما أنا عارف إنه شاي، حد قال لك إنه ملوخية؟ معلش يا دكتور، المعلم تعبان قوي وبقاله يومين ما نزلش من البيت وقال لي أقول لك. بقول لك حط لسانك في بقك واطلع بره. حاضر يا دكتور. أجيب لك حاجة دكتور تامر؟ لا مش شاكر يا سندينة، مش عايز. في حاجة يا بابا؟ الناس مهدود حيلها والأكل بقى بيمريش عليها. الراجل من دول لما يوصل لسن 50 سنة يبقى ملوش لازمة. ده أنا أعرف واحد صاحبي لا مؤاخذة يعني ما كانش ياخد الحباية المنشطة دي ما يقدرش يسد على بيت. يا بابا حضرتك دكتور وعارف إن مفيش أي علاقة بين الدواء المنشط ده وبين اللي هو عايزه. تهيألك. تهيألي؟ يا بابا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، الدواء المنشط ده نزل جدول واستعماله كتير بيوصل للإدمان، ثم إن في ناس كتير مرضى قوي محتاجين له أكتر من الناس اللي بتقول عليهم دول، وإلا وزارة الصحة ما كانتش نزلته جدول. بصراحة بابا أنا مستغرب من المناقشة في الموضوع ده. إيه حكايتك معايا؟ هو أنت كل ما تيجي تقعد معايا يا أخ تديني محاضرة؟ أنت عايز مني إيه؟ أنا مش قادر أفهمك والله. ما تقوم يا عم تشوف شغلك ولا تروح كليتك ولا تقرأ لك حاجة. الله، أنت جاي تشتغل أنا هنا هتعمل معايا إيه بس؟ أسيب لك المحزخانة وأمشي؟ إعمل فيها اللي يعجبك، إن شاء الله تحرقها يا رب تتحرق، يا رب تولع يا رب. سلام. امال سألت الواد عليك قال لي لسه ما نزلش من البيت. انا لسه ما نزلتش، مش عارف انا طول تعبان جسمي كله كده حاطط، معرفش انا نمت امبارح ولا ما نمتش. لا لا حلو، خد يا اخوي خد ده خليك زي الحصان امشي. ايوه انت الله يكرم اصلك اهو كده كده الواحد ترجع الدمويه في وشه تاني. انت ليك عندي فلوس ولا بط مع العيال الصراعيه امبارح؟ يا سيدي ما تشيلش هم، انت اقول لك فلوس انا شايلك للكبيره. وصيلي بس على الشاي. سندينا شاي وصاير الدكتور. حاضر يا معلم. اتفضل سكت. يلا اتكل على الله اهي اهي. يلا خلاص شيلي امسك. ها خد يا عم شيلي شيلي اتكل على الله. يلا يلا يا ست الجنيه ده قديم يا عم. قديم قديم هو احنا بنديها ميه قديمه يعني؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ يلا ماشي ماشي ماشي. ايه الشباب ايه ده؟ في ايه؟ انا محتاج اقعد معاك انت والاخ بدال شويه ممكن؟ ليه في حاجه ولا ايه؟ ما تخلص يا عم حفظ، انت هتقف ترغي ولا ايه؟ يا عم استنى بس، في حاجه يا باشا ولا؟ لا 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 مستنيكوا في القهوه يا جماعه. ماشي. انت عملت ايه يا عملت ايه؟ عملت ايه؟ والميه في حاجه ولا ايه؟ ما طول عمرها في حاجه. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ببيع ميه حفظي. في ايه؟ تعالى 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 نشوف. خلي بالك انا بره من العربيه. بسرعه. لا هو بيه. شكرا. الاستاذ حمزه بينقي رجالته بعنايه شديده جدا، بالذات لما عرف ان انتوا بتقدموا خدمات جديده لاهل الحاره. احنا بنقدم خدمات للحاره حفظي؟ عمرنا ما عملنا كده. الله الله على التفاني والتضحيه. هو انتوا يا جماعه لما بتقدموا ميه حلوه والناس تشرب ميه حلوه مش دي خدمه؟ ايوه بس احنا بناخد فلوس على كده. وايه المانع يا سيدي؟ امام الجامع بياخد فلوس. انتوا يا جماعه مش عارفين قيمه العمل اللي بتعملوه. طب هو الاستاذ حمزه ده ولا مؤاخذه يعني بيشتغل ايه؟ استاذ حمزه عنده شركه مساكن سابقه التجهيز. يعني ايه مساكن سابقه التجهيز؟ يعني مساكن اتسكنت قبل ما تتبني. الله الله على الوعي. ايه ده مش جاي؟ رايحين السنترال نكلم ابوك. لا روح انتوا سلمون عليه. يا واد ما تقوم، قامت قيامتك. اتكل على الله ياما دلوقتي. حاضر كتك القرف. يلا. يعني من الاخر كده الاستاذ حمزه عايزنا في ايه؟ الاستاذ حمزه نازل انتخابات مجلس الشعب في الدايره عندكم وعايزكم توقفوا معاه. طبعا ده بمقابل مادي كبير. ويا سلام بقى لو نجح في مجلس الشعب هتبقى امكم ده عيالكم. لا من ناحيه الدعاء في شك، انما ماشي شغال ولا ايه يا بلال؟ انا بصراحه مش فاهم حاجه خالص. لما تقابلوا حمزه بيها تعرفوا كل حاجه. المهم الدعايه الانتخابيه هتبتدي من بكره. طب مين بقى اللي هيبيع المايه في الحاره؟ يا جماعه يا جماعه المايه دي اي حد يشتغلها.
اي حد يشتغلها ازاي؟ ده اكل عيشتي. حمزه بيه بعت لكم هديه تعارف، دي حاجه كده بسيطه يعني 1000 جنيه. على فكره الميه دي شغله اي حد. ده انت طلعت ميه من تحت تبن يا بنت. هم البنات في الحاره دول بنات؟ تصل غلبانه مش دريانه. لو النبي صحيح اعملهم على ايه يا ولد؟ تعال شوفي نسوان اللي عملت. نسوان على حق. وانت بقى تعالى شوف الصور اللي في اوضتي، ايه شباب، ايه وجمال، ايه واجسام كلها عضلات، حاجه تملى العين كده. ايه هو ده؟ احنا مش اتفقنا تشيل الصور اللي عندك دي؟ لما تشيل انت بقى النت اللي عندك والنسوان اللي عليه. تليفون في ايه؟ ماشي يا صباح، هكلمك تاني. خفتي يا اختي اللوكلوك لابوك يتصل. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. اهلا بيك يا اخو. كان حضرتك قد ايه؟ معلقه واحده. بخيرك. ده البيت نور. منور بقى الناس. يا حبيبتي كتر خير. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايديك يا حبيبتي. شكرا. اشكر ربك يا مهندس انها جت على قد كده. يعني بنشكر من غيره. النصيب. الحمد لله. كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي. وعيشه بنتك عامله ايه؟ الحمد لله يا اختي. سالت عليك العافيه. وشوقي ده انا بقالي كتير ما بشوفوش. لا اصل شوقي لا شغلانه متعبه قوي ده، احنا نفسنا ما بنشوفوش الا كل فين وفين. ربنا يكرمه. استغفر الله العظيم. بامانه الله هو ولد ابن حلال وفي حاله. يعني هيطلع لمين غير لابوه؟ وهم بقى مقدس هيصرفوا لك تعويض ولا هيطمشوا؟ بصراحه يا استاذ تمام، يوم الحكومه بسنه، من ساعه ما حصل اللي حصل ده ما صرفوش غير 5000. كتر خيرهم، اللي يجي منهم احسن منهم. اللي قولي لي يا اختي، عادل ابنك بقاله مده مسافر، مفيش اي اخبار عنه؟ انا عوض عند ربنا، هو دريان ده حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهديه ويهدينا يا رب. اسكتي يا اختي على شو. يلا يا زينب. الله الله، ما انت قاعد يا استاذ تمام. احنا قلنا نيجي نطمن عليك، قدر الله وما شاء فعل يا اخوي. يلا يا زينب. انتوا لسه ما شربتوش الشاي؟ لا انا شربته الحمد لله. يلا كتر خيرك يا اختي. يلا سلام عليك، فوتك بعافيه. الله يعطيك فوتك بعافيه. هنا البركه. يا عيني عليك يا سعديه وعلى اللي جرى لك. يا بنت كده شويه ايدك اتبلت. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذ تمام؟ اهلا يا صبحي، بركه انك جيت تشوف حماك. الواجب بقى هنعمل ايه؟ طول عمرك صاحب واجب يا اخويا. بركه يا اخويا انك انت برضو جيت تشوف حماك، الناس الكبار دول ما يتعوضوش ابدا. طبعا يا خالتي نشكر ربنا على اي حاجه. ما نجيلكمش في حاجه وحشه. يلا يا بنت. والله ما في اوحش منه. على فكره الواد صبحي ده مش تمام، بيقعد طول النهار على القهوه وبيلعب قمار. يخيبه بيلعب قمار؟ بس الواد كان كويس قوي يا حاج. لا كويس ولا حاجه، طول عمره مقرف ومطلع عين البنت ناديه، ده حتى الراجل الكبير يا وداه تعبان قوي بسببه. يا مخل يا عيني عليك يا سعديه وعلى حظك المهب. الواد الكبير بقى له 20 سنه وطفشان منها، والبنت المتنيله على عينيها دي بقى قلبها قاسي من ساعه ما اتجوزت، نسيت ابوها وامها. ده القرف بتاع العيال دول يا ساتر يا رب. العيال كده جايبين التعب لاهاليهم. يلا نعرف ايه العيال اللي طالعه دي. وطي صوتك. كان في راس انا حاططها هنا. والنبي يا اخويا ما اعرف. يعني عفريت دخل فتح الدرج وخد الاقراص وسفها. بلاش عرفني، اسال تامر. وتامر ايه اللي دخله اوضتي وفتش في حاجتي ليه؟ ما طول عمره بيدخل الاوضه وانا همنعه يعني؟ تمنعيه يفتش في حاجتي ليه؟ ازاي من غير اذني؟ ما خلاص يا عطيه، في ايه؟ مالك يا اخويا محبكها كده ليه؟ انا محبكها ولا عاملها، انا نازل. تعالى هنا. رايح فين؟ هقفل الاجزخانه واروح اعزف واحد مات في الحاره. نهار اسود على الحاره. هو انا كل ما واحد هيموت في الحاره هتقفل؟ واجب، ورغم هذا ما قفلناش. البيت فاتحها. على اذنك. هات لي معاك برقوق. دكتور معلش انا اسف، انا مضطر اقفل عشان عايز اروح. انت عايز حاجه مهمه؟ اه يا دكتور، عايز اقبل ليمون. ما نمتش الجسم تعبنا قوي. طيب تحب يعني اجيب لك حاجه لصداع؟ بقول لك بقالي بيت ما نمتش جسمي واجعني قوي. طيب خلاص خلاص، انا هجيب لك حاجه للصداع بس اكسترا. اكسترا ايه بس؟ وانت فاكرني ايه؟ فاكرني في عندي لابس جرافطه؟ انا مش فاهم، امال انت عايز ايه بالظبط؟ عايز مهدئ كده منشط بتاع الايام دي. ايوه بس ده هيبقى محتاج لروشتة. روشتي في ايه؟ انت رايح عليك جديد هنا؟ امال في رايح الكبير اللي هنا ده؟ يا عم عطيه، يا عم عطيه. دكتور عطيه مش هنا. الله 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 الله، دي اللغه اللي بتنا ولا ايه؟ والله دي اللغه بتاعتي، ولو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب البوليس. بوليس؟ طالما بوليس بوليس بقى، طب خلاص.